كريب دبي اللي مكسر الدنيا. في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمليه بأقل تكلفة وبمكونات موجودة في البيت، بجد هتعمليه أحلى من بلبن. عايزة أقولك تفاصيله ومكوناته وأسراره كلها في الفيديو النهاردة هعرفها لك. طريقته سهلة وبسيطة، أنا متأكدة أنك بعد ما هتشوف الفيديو ده هتقومي حالا وتعمليه لأولادك. مش هياخد معاكي أكتر من 10 دقايق وهتكوني عاملة تحلية مميزة، وهقولك في آخر الفيديو على تكلفته، بجد تكلف حاجات بسيطة جدا. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما أنزل فيديو تتفرجوا عليه على طول، وأتمنى بقى تحطوا لايك لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. يلا بقى ندخل على الوصفة على طول. كل اللي هنحتاجه 1/4 كيلو من الكنافة. الكنافة دي انت بتجيبيها وبتحطيها في الفريزر لغاية ما تتلج معاكي خالص، وبعدين تكسريها بإيدك، هتتكسر بمنتهى السهولة. ولو لسه جايباها وعايزة تعمليها هتجيبيها وتحطي 1/4 كيلو كنافة في الكبة لغاية ما تتفرم معاكي ناعم جدا، وبعد كده هتجيبيها وتحطيها على النار في 2 معالق كده من السمنة البلدي، ولو مش عندك تبقى سمنة عادية جدا، وهتفضلي تقلبي لغاية ما الكنافة تاخد لون حلو زي ما احنا شايفين. اهم حاجة التقليب المستمر، وبعد كده ده هيبقى شكلها. كل اللي هتحتاجيه 1/4 كيلو كنافة، مش اكتر من كده. وعايزين بقى كمان 3 معالق كبار من الشوكولاتة القابلة للدهن، اي نوع بتفضليه هتجيبيه وتعمليه. اهم حاجة يكون مقطعة. انا هنا قلتلك اني بستعمل ميكس تيلا بالبندق، بجد طعمها تحفة جدا، وفي الحلويات بتبقى حلوة قوي. هتاخدي منها 2 معالق كبار على الكنافة بتاعتنا. اهم حاجة الكنافة بتاعتنا تكون باردة خالص، يعني بعد ما بتعمليها وتحمريها وتاخد اللون الحلو هتسيبيها تبرد معاكي خالص علشان تفضل كده كريسبي ومقرمشة وانت بتعمليها، وما تترش منك وتبقى كده طعمها مش حلو. انا ضفت بالظبط 2 معالق كبار. طبعا في المرحلة دي احنا ممكن نحط صوص البستاشيو، بس طبعا ده مكلف جدا، وانا عايزة اعملك حاجة موفرة وبسيطة وتقدري تقومي حالا تعمليها. ولو عايزة تعمليه بقى بصوص البستاشيو هقولك على بديل حلو قوي ليه. هتجيبي شوكولاتة قابلة للدهن بس بيضة، وتحطي عليها طعم الفستق ولون اخضر غذائي. طبعا انا هنا مش عايزة اكلفها وعايزة اعملها لك بطريقة سهلة وحاجات موجودة في البيت. انا هنا استعملت شوكولاتة قابلة للدهن سمرة بدل صوص البستاشيو. هنجيب بقى عندنا الكريب. عايزه اقول لك الكريب ده بيتباع جاهز، كمان انت مش هتتعبي نفسك فيه ولا اي حاجه. حوالي الواحد ب3 جنيه او ب2.5 جنيه هتجيبيه وتعمليه. هنحتاج في الوصفه بتاعتنا حوالي 3 او الكميه اللي انت عايزاها. حاجه سهله وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت خالص. هتحطي بقى كميه من الكنافه بتاعتك اللي احنا حطينا عليها شوكولاته قابله للدهن، وانت اللي بتتحكمي في الكمية اللي هتحطيها. وهنقفل بقى الكريب بتاعنا كويس جدا. الكمية بقى اللي انت تحبيها ضيفيها، اهم حاجة تقفلي على الكريب كويس جدا عشان الكنافة ما تطلعش منه. زي ما احنا شايفين كده هو جاهز معايا. هعمل بقى 3 بنفس الطريقة. عملت كده كل الكمية اللي عندي وكده جاهز معايا. عايزة اقولك 1/4 كيلو كنافة عملولي كمية حلوة قوي. هتجيبي بقى وك على النار، مش هتدهنيه ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، مجرد ما هتسخنيه كويس جدا وتحطي فيه كمية الكريب اللي انت عملتيها. مش هياخد دقيقة، وهتقلبيه على الجنب التاني. عايزه اقول لك بقى كريسبي وخد لون حلو قوي. في بوله بقى هتجيبي 2 كبار من الشوكولاته القابله للدهن، وتحطي عليها 2 كبيرة من اللبن.
علشان تخففيها شوية كده وتغطي الكريب معاكي بمنتهى السهولة. هي كده جاهزة معايا. هتجيبي بقى الكريب بتاعك، عايزة اقولك كريسبي جدا. هتنزلي بقى عليه بالشوكولاتة اللي احنا عملناها مع بعض، وكمية الشوكولاتة انت اللي بتتحكمي فيها، تقدري تزوديها عن كده وتقدري تنقصيها براحتك خالص. الكمية اللي تحبيها اعمليها. بعد ما غطيته بكمية الشوكولاتة القابلة للدهن السمراء، هتجيبي بقى شوكولاتة بيضة قابلة للدهن. لو مش عندك هتقدري تعملي قطعة من الشوكولاتة وتحطي عليها معلقة كبيرة من الزيت وتسيحيها على حمام بخار وتزوقي بيها زي ما انا بعمل كده بالظبط. بصي بقى شكلها بجد احلى ما بنجيبها من بره، والطعم بقى مش عايزة اقولك بجد في حتة تانية خالص. بجد طريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت خالص، بمكونات موجودة في البيت وبدون اي تكلفة. عايزة اقولك ما تكلفتيش فيها اي حاجة. الكريب احنا جايبينه جاهز، تقدري طبعا تعمليه، وهحطلك مقاديره في صندوق الوصف. وكل اللي احتاجناه حوالي نص كوباية من الشوكولاتة القابلة للدهن، وعملتي تحلية سهلة وسريعة وبجد احسن واوفر وانضف من اللي هتشتريه من بره. بجد تحلية تحفة جدا. بجد ترند يستاهل ان انتوا تجربوه، طعمه بجد في حتة تانية خالص. وعايزة اقولك كمان تكلفته في البيت بسيطة جدا مقارنة وانت هتجيبيه من بره. عايزة اقولك ما تكلفش اي حاجة، وما كلفنيش حوالي ربع الثمن اللي هتجيبيه من بره. قومي بقى جربيها، بجد كل اللي هياكلها من ايدك هينبهر بيها. طريقتها سهلة وبسيطة، والحشو زي ما احنا شايفين كده. عمر ما في المحل هيحطلك الكمية دي. بجد طعمه تحفة جدا، اتمنى تجربوه. قلتهولك بأبسط طريقة واسهل مكونات، وكمان تكلفته بسيطة جدا. اتمنى تجربوه، اتمنى بقى تحطوا لايك لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم، واشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية ان شاء الله.